تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قبل 3 أسابيع عمره 19 سنة صاحي من النوم على الساعة 9 رايح إلى مدرسة بألقي محاضرة إلا جوالي يرن أرد بنت عمرها 19 سنة أقسم بالله إني ما قدرت أميز كلامها من بكائها. تبغى تتوب تبغى تتغير لكن تقول أنا ما أظن. شوف قلة الحياة وقلة الأدب مع الله. أنا ما أتوقع الله يتوب علي، وهذا ترى من قلة الأدب مع الله، لأن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهي قاعدة تبكي قلت ايش سويتي؟ كلمتي شاب؟ أرسلتي له صور؟ طلعتي معاه وهي قاعدة تبكي؟ يا بنت الناس لو سويت أي شيء الله يغفر لك. قالت لي وهي تبكي أنا زانية، أنا زانية. أقسم بالله ما عرفت قيمة هذه الكلمة إلا لما سمعت من هذه البنت اللي عمرها 19 سنة. الآن لما بعدنا عن القرآن وعن ألفاظ القرآن أصبحنا نستهين ببعض الأمور، لازم نرجع لألفاظ القرآن وألفاظ السنة حتى نفوق. بعض الشباب لو جيت قلت له وجها لوجه يكلم بنات ويطلع مع بنات وينام مع بنات، لو جيت قلت له انت زاني تاكل معاه. لكن هذه حقيقة. هذه البنت وهي تبكي قالت باختصار انا زانية. والله العظيم كلمة ليس العظيم كلمة ليس سفينة وليس تهين من اجل السماوات. ما عصي الله عز وجل بذنب، ما عصي الله عز وجل بذنب، كما جاء في الحديث اعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. احنا هذه مشكلتنا اليوم، مشكلتنا ان بعدنا عن القرآن وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله عز وجل عن هذه الكارثة، عن هذه المصيبة؟ ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.